ترى فلا الترم الطز يعني ما بيفيد شيء. حتى بالقانون العراقي ترى الكلمة هذه ما بيها حتى إساءة. خلص يعني. تبا لهذا الحساب، خلنا نحكي لك اياه باللغة العربية الفصيحة. حساب من أنت داخل؟ حساب ابن المقفع، حساب ما تقدر تعلق به، طب حريشي. إي أنا طبني حريشي، شنو يعني؟ أنت ليش مهتم لهد تبي تتعلق وخابص روحك وتتعارك على شنو؟ يعني هسه من راح أدخل للمنشورات وأشوف تعليقاتك، أنا ما يعني هسه لحد الآن ما فهمت هالإصرار على التعليق شنو هدفه. بعد ذلك هسه بعد بالليل بعد ورا ما أخلص الجوز لعله أشوف إنه هذا شنو علق بالضبط حتى على مود. أحيانا الإنسان يتعلق بقضايا ما إلها قيمة، يعني أنت إذا ما علقت على صفحتي يعني إيش راح ينقصك؟ بالعكس يجوز وقتك تستفيد منه، خب أنت إيش تستفاد لما تعلق على منشوراتي؟ ممكن الإنسان يتعلق بأشياء ما إلها قيمة، هو يعتقد أن لها قيمة، حقيقة ما إلها قيمة. يعني إذا علقت لو ما علقت على منشوراتي، تقدم تأخر، منشوراتي، شنو إيش بيها منشوراتي حتى إيش مخصوص بيها؟ نسأل الله حسن العاقبة، الحمد لله رب العالمين، اللهم لا تنقذنا. طبعا الآن إذا الأخوة عندهم أسئلة شيء يقدر يقدمون أسئلتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عزيزي، نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الإخوان عندهم أسئلة ممكن يقدمون أسئلتهم، عندنا نص ساعة للأسئلة.